عدينا نص رمضان وخلاص، يعني الجد بقى ايه ابتدى، واللي عنده امتحان وكان مأجل المذاكرة، الامتحانات قربت وبعض الفصول الدراسية خاص بتستعد بقى للجد، وبدأت المذاكرة معها سؤال كتير من البيوت المصرية: ايه الوجبات اللي ندخلها في الفطار والسحور عشان تزود تركيز وتقلل الكسل؟ هل في أكلات بعينها ممنوعة ولا لا؟ ده حقيقي، وخصوصا ان أولادنا يعني بتصيبهم ربما الحالة اللي هي بتيجي الناس كتير بعد الفطار، اللي انت ما بتبقاش فاهم هتهضم ايه ولا هتهضم ايه، وفي نفس الوقت برضو الحالة اللي بتجيلهم في السحور اللي انت برضو ما بتبقاش عارف هتعمل ايه. ده عندنا كلنا. هل اللي نقدر يعني نتحكم في الوجبات اللي نديها لأولادنا وبشوية كده ايه نصايح صغيرة، هل نقدر ان احنا نغير من نظامهم الغذائي بالطريقة اللي تخليهم أكثر تركيزا؟ إيه اللي نقدر نعمله لأولادنا علشان يقدروا يمتحنوا في ظل هذا الشهر الجميل، ما يفقدوش الثواب بتاع الصيام وفي نفس الوقت ما يفقدوش مذاكرتهم وما يفقدوش تعبهم طول السنة؟ ضيفتنا النهارده دكتورة رضوى نبيل، استشارة التغذية العلاجية، ربما هتجاوب لنا عن بعض هذه الأسئلة. صباح الخير يا دكتورة. أهلا ازيك يا دكتور، أهلا وسهلا، منورانا، كل سنة وأنت طيبة. أنت طيبة، ألف خير. يعني نعمل ايه مع اولادنا؟ كنا يمكن بنتكلم انا والدكتور قبل الهوا، وبنقول انه او انا بقول، يعني اكيد هي ما بتقولش خالص حاجه زي دي، انه مع رمضان ومع الصيام غصب عننا بنبقى عايزين ناكل الاكل اللي هو اللي بجد مش صحي، يعني بالذات بعد الفطار او على الفطار بنبتدي بالاكل اللي عايزين يشبعنا على طول، فبندخل على المش صحي على طول، وللاسف مع دخول الامتحانات ده مش حاجه احنا عايزينها ابدا لاولادنا. فايه الاكل اللي المفروض اكله لاولادي، وهل انا لازم غير الفطار والسحور احط لهم كده قدامهم الناتس يعني السناكس الحاجات دي قدامهم تبقى؟ قولي لنا نعمل ايه. شوفي، نتكلم الاول على الاكلات اللي بتزود التركيز، وبعدين نقول ازاي نعلم ولادنا ياكلوا صحي اكتر. يلا بينا. ده اللي هقوله ده يعني مثبت علمي بالابحاث. عند حضرتك الاوراق الخضراء دي مهمه جدا، ودايما بنحطها في الاول لان فيها فليفونويدز وبوليفينولز، الحاجات دي مضادات للاكسده، بتقلل جدا او زي ما تقولي كده بتكنس الشوارد الحره اللي بتنتج طول اليوم للتلوث، للالتهابات، للاسترس اللي احنا فيه. فالاوراق الخضراء دي مهمه قوي. نترجم الاوراق الخضراء يعني من اول ملوخيه، كابوتشا، جرجير، كل الاوراق الخضراء، وكل ما تبقى اخضر غامق كل ما يبقى افضل. سبانخ مثلا، سبانخ، ملوخيه، ما فيش طفل ما بيحبش الملوخيه الا يعني قليلين قوي. كابوتشي، شبت الكرفس، البقدونس، كل الكلام ده ينفع احنا نحطه. ولو الاطفال ما بتحبش الحاجات دي احنا نقدر نخبيها في الاكل. نعمل لهم مافن بالبيض، نحط فيه اوراق خضراء، نحط مثلا البانك كيكس، نحطها مثلا مره عليها اوراق خضراء، ممكن نحط الجلاش مره بالسبانخ. فالحاجات دي انا ما كنتش باكل سبانخ، كلته بالجلاش بجد. هو اجمل على فكره الجلاش. تاني حاجه بنقول اللي فيه انواع من الزيوت بتزود جدا التركيز، زيت جنين القمح وزيت حبه البركه. الاثنين دول لو حطينا من نقطتين لاربع نقط على كوبايه ميه الاطفالي كويسين جدا جدا. جنين القمح وحبه البركه وزيوت منها. يعني ممكن احط بذور البركه على العيش، على السلطه، على الاكل، بس الزيت بتاعه بيبقى مركز اكتر. بنتكلم على العين الجمل واللوز، الاثنين دول فيهم المشتقات اللي هتعمل اوميجا 3. طب ايه بقى الحاجات اللي فيها اوميجا 3 مفعله؟ السمك الدهني. طبعا السمك الدهني يمكن احنا في مصر ما بناكلوش كتير قوي، بس احنا محتاجين بس 250 جرام في الاسبوع. يعني لو اكلتي سمك ماكريل 250 جرام في الاسبوع هيديكي الاوميجا 3 اللي انت محتاجاه الاسبوع كله، بدل ما ناخده من اقراص. نرجع برضو نقول ان ايه الاسماك الدهنيه، معلش نوضح وايه الفرق بين الوايت ميت والريد ميت في السمك تحديدا؟ الاسماك الدهنيه بيبقى فيها اوميجا 3 اكتر من الاسماك البلطي والبوري. الاسماك الدهنيه زي عند حضرتك السردين، الماكريل، السلمون، التونه، الاربعه دول بيبقى فيهم اوميجا 3 عالي قوي. وبيبقى فيه الاوميجا 3 الاي بي اي والدي اتش اي اللي هو الماده الفعاله، مش مستنيه مثلا اخده وجسمي هيفعله. لكن لو انا مثلا ما عنديش الامكانيه ان انا اشتري اسماك دهنيه، ممكن اخده منين؟ من العين الجمل
وممكن كمان اخده من بذور الكتان وبذور الفلاكس سيدز. برضو البذور دي هتبقى فيها الماده اللي لسه هتفعل في جسمي وتبقى اوميجا 3. فالاكلات دي زي ما قلنا بتزود جدا التركيز عند الاطفال. انت بقى كأم تقدري تحطي عين الجمل والبذور دي على الحلويات، يعني مثلا انت هتعملي امر الدين في رمضان ما تحطها لوز ساده، حطي له دايما عليها مبشور يعني مطحونه كده عين الجمل واللوز. عندك احنا قلنا برضو البذور ممكن نحطها على بودنج الشوكولاته او جوه البودنج او جوه البطاطا. الحاجات دي بناكلها في رمضان وممكن نخلي الاكله بتاعتنا غنيه بالعناصر الغذائيه دي. لو جينا بقى للسؤال الثاني اللي هو اكل اولادي يحصل ازاي، انا لازم اقول للطفل ان انت في حاجات لازم تاكلها كل يوم. يعني انا لما بيجي لي، احنا هنقول حاله يعني دي بتبقى حاله، عنده مثلا 10 سنين، ببتدي اقول له انت عارف ان انت لازم تبقى بتشرب ميه كويس قوي عشان تركز؟ يقول لي طب اشرب ميه قد ايه؟ اقول له انت تقسم وزنك على 30 وتشوف، يعني مثلا لو هو وزنه 60 كيلو تقسم وزنك على 30 يبقى هياخد 2 لتر. 2 لتر دولت في اليوم العادي. طب لو بيتمرن بيزود لتر لكل ساعه تمرين بيتمرن. نيجي بقى على الاكل بقى نفسه، بقول له لازم تاكل على الاقل بيضه كل يوم. حطها بالطريقه اللي انت عايزها، حطها في الوافل، حطها في البشاميل، حطيها في الكريم كراميل. البيض مش لازم يبقى مسلوق للاطفال بالذات. ممكن كمان نتكلم على بقيه اللحوم. فاحنا بنتكلم على ان الطفل لازم ياخد لحوم حمراء وياخد البروتين من المصدر النباتي، 50% من هنا 50% من هنا و50% من هنا. نيجي على الالبان ومنتجاتها، الطفل اللي اقل من 9 سنين المفروض ياخد مرتين لبن، كوبايه لبن مثلا وكوبايه رايب، كوبايه لبن ونص كوبايه جبنة. كامل الدسم طبعا، كامل الدسم طبعا عشان فيتامين دي. اوعي تدي لاطفالك نص دسم ولا خالي الدسم، لا. نيجي على غلط عليهم لان هم محتاجين فيتامين دي. يعني فيتامين دي بيدوب دايما في الدهون اللي في كامله الدسم. هل خالي الدسم ده ملوش لازمه يعني ولا ايه؟ لا، انت لو بالدايت وعندك ابن ما تشرب، لان ما ده بيحصل في بيوت كتير. بالظبط. لكن الاطفال اللي عايزه فيتامين دي، وفيتامين دي بيدوب في الدهون. وموجود فيتامين دي من الشمس، فانا محتاجه كده ايه الدهون بقى اللي هتبقى موجوده في كامله الدسم. بنتكلم برضو على الخضار، اقول له انت لازم تاكل خضار بالوان الرينبو، الالوان السبعه بتاعت الكوز قزح. انت عندك الاحمر، الاصفر، البرتقالي، الاخضر، البيربل او الموف والابيض. وابتدي اقول له بقى العب معاه اللعبه اللي انت بتحب ايه من الفواكه والخضار اللي لونها احمر والاحمر والبرتقالي والاصفر، وبيقعد يلعب معايا. وبعدين ابتدي احط له جدول زي جدول الحصص بتاعته، اقول له لو انت كل يوم اخذت خضار وفاكهه باللون الاصفر اعمل صح، اخضر اعمل صح. لما الاقي الصحات دي كلها محطوطه في الاسبوع او في اليوم بتاعك هديلك هديه معنويه، اديله ريورد او جايزه. هو مثلا عايز جراب الموبايل، مثلا عايز اللعبه الفلانيه، عايز كوره، عايز يخرج خروجه، البنات عايزه لبس، عايزه اكسسوار. ابتدي احفزها بطريقه غير اللي انا مخرجاه والخروجه دي فيها ايه جانك فود او اكل غير صحي. فبالطريقه دي انا كده سستمت له الورقه، ودايما هما بيحطوا الورقه دي على باب الثلاجه من بره اخر اليوم كده، يقول لك انا اكلت ايه، اكلت موزاي، اكلت فراوله، اكلت تفاحيه. طب كل الالوان دي بالنسبه لي انا كدكتور التغذيه هو بياخد في الاخر العناصر الغذائيه اللي محتاجها. برضو ما ننساش ابدا ان احنا محتاجين نشويات للاطفال دي، وكل ما النشويات تبقى السكر. طبعا الطاقه بتاعت الاطفال. تمام، مش عايزه ابدا النشويات تبقى كلها دي ابيض ومش كلها دي اسمر، بنقول برضو نص من دي الاسمر ومن نص دي الابيض. يعني انا لو هاكل اطفالي الصبح عيش بلدي ممكن اكلهم رز مصري الابيض، طب لو هاكل الصبح فينو اكل بقى ساعتها حاجه زي البطاطس تبقى ما فيهاش دي الابيض، فنص كده ونص كده. طيب هل من الافضل ان هم ياكلوا وجبه على الفطار، وجبه متكامله فيها كل حاجه، وبعد كده بقى نشوف هنذاكر ايه، ولا في
فيش بقى احنا مش شايفين، ولا ياكلوا وجبه خفيفه على الفطار، بعد كده كمان شويه كمان ساعتين نقدم وجبه ثانيه، بعد كده وجبه السحور. بصي انا مع المدرسه اللي اسيب الطفل يقول انا شبعت واشيل الطبق، مش اللي هو كمل طبقك، بس في نفس الوقت لما انا الاقي ابني اللي هو بيزود قوي لما بيجي يحط الاكل في الطبق، اعلمه ان خلي بالك اللي طبقك ده لازم يبقى نصه ملون وبعدين الربع بروتين والربع اللي فاضل نشويات. يعني ما يملاش طبق مكرونه وبعدين الاقي طبق تاني بروتين وبعدين هو ناسي السلطه او ناسي الخضار. لا، لازم ابتدي اعامله اللي خد بالك ان احنا لما ناكل الالياف اللي موجوده في الخضار هنشبع، ومن غير الخضار كبير وصغير مش هيشبع. يعني انت افتكري كده اي وجبه، اي ساندوتش، ساندوتش الجبنه بتاع الصبح لو معاه خضار هتشبعي. وجبه خفيفه افضل بالنسبه لي عشان يبتدي يركز وبعد كده يكمل بقيه العناصر بقيه الساعات الافطار. على اي حال تجنبا لحاله الشرود، خلينا اقول شرود بلاش اقول يعني اكتر من كده، اللي بتصيبنا بعد الفطار، استمعنا لبعض النصائح من الدكتوره رضوى نبيل. قالت لنا ان احنا نركز على الاخضر، الاخضر بكل مشتقاته مفيد جدا، شرب المياه مفيده جدا، الابتعاد عن يعني اول ما تفطر تبتدي تشرب الحاجات المسكره دي طبعا خطر جدا على الانسان. خلي المواضيع سهله، تعامل مع معدتك بشكل ادمي زي ما احنا بننصحكم، اعملوا ده في ولادكم علشان ولادنا ربما داخلين على موسم امتحانات ومحتاجين كل دقيقه تركيز، ومحتاجين ان هم يبقوا بكامل لياقتهم الذهنيه والبدنيه علشان يخشوا هذه الامتحانات. بنشكرك يا دكتوره، دكتوره رضوى نبيل استشاره التغذيه العلاجيه، شكرا جزيلا لحضرتك نورتينا النهارده. شكرا لك يا دكتور، ودايما بتنورينا يعني، وبنشكرك على طبعا الانبوتس بتاعتك. ميرسي يا دكتور. كده مشاهدينا تكون خلصت حلقتنا النهارده، نشوف حضراتكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد. بنصبح عليكم، صباح الخير يا مصر. صباح الفل.